بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله. اليوم الخميس 29 مايو 2014 اجتمع مجلس الوزراء برئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، وكان من ضمن النقاط المدرجة في جدول الأعمال مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض بتاريخ 10 أبريل 2014 الموقع بتاريخ 10 أبريل 2014 في تونس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية والمخصص للتمويل التكميلي للمشروع الوطني المندمج لقطاع المياه في الوسط الريفي. كما كان من ضمن النقاط المدرجة في جدول الأعمال أيضا مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 39/1967 صادر بتاريخ 3 فبراير 1967 قاضي بإنشاء نظام الضمان الاجتماعي. هون معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة بالنيابة قدم عليها التوضيحات اللازمة. فمشروع مرسوم يتضمن أيضا المصادقة على اتفاقية التأسيس بين بلادنا وشركة أومنيوم الصناعية والكيميائية المغربية. فما مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصتين، واحدة عن الحديد والمواد المصاحبة وواحدة عن الكوارتز. فمشروع مرسوم يتضمن إنشاء شركة وطنية لتنمية البنى التحتية الرقمية. فما في وزارة الشؤون الاجتماعية والطفل والأسرة مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها. هون معالي وزير الشؤون الاجتماعية والطفل والأسرة يتقدم التوضيحات الضرورية حول هذا المشروع المرسوم. ختام أعطى تعليمات رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة والمصالح الإدارية بالكامل بالامتناع الصارم في كافة مصالح العمومية والحكومية بضرورة الامتناع الصارم عن أي استخدام للأموال المنقولة والثابتة العامة المملوكة للدولة في إطار الحملة الانتخابية، وضرورة التزام الحياد التام من طرف الإدارة وإبقائها على مسافة واحدة بين كافة المتنافسين ومن كل المتنافسين. أدعو معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة وكالة إلى تقديم التوضيحات الضرورية حول مشروع القانون القاضي بإنشاء نظام تعديل قانون الضمان الاجتماعي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اليوم في مجلس الوزراء تم مناقشة وتعديل القانون رقم 39/1967 الصادر بتاريخ 3 فبراير 1967 والقاضي بإنشاء نظام للضمان الاجتماعي. توجد في هذا القانون القاضي بإنشاء نظام الضمان الاجتماعي بعض الأحكام المتعلقة بمعاشات الشيخوخة، واعتبرت آنذاك أنها في صالح النساء نظرا لقلة أعدادهم في المؤسسات ولكون أمل الحياة كان 67 كان آنذاك حوالي أقل من 40 سنة، وكانت فيها 3 مواد المادة 52 و53 و54 هي اللي توضح على أن النساء يتقاعدوا على 55 سنة والرجال يتقاعدوا على 60 سنة، وكان هذا فارق 5 سنوات بين الرجال والنساء. واليوم ومن مع الحمد لله النمو الاقتصادي اللي حرفته البلاد في 6 سنوات الأخيرة وارتفاع نسبة أمل الحياة اللي مشى من 1977 اللي كان 40 سنة و 1988 عاد 48 سنة 2057 سنة
واليوم 65 سنة ارتأت الحكومة أنها تساوي بين السنين الأعمار اللي تتقاعد عليهم النساء والرجال، وهذا أيضا ملي كان لابد منه به اللي احنا وقعنا على قدر من الاتفاقيات اللي تنص على ان عندنا كان عندنا الهدف الاساسي فيها هو القضاء نهائيا على التمييز الذي ظل السائد بين الرجل والمراه فيما يتعلق سن هذا التقاعد، وهذا هو تقريبا اللي في هذا التعديل اللي طرف هذا القانون، هو ان فهم اعاده مساواه بين السنين اللي تقاعد عليها الرجال والنساء. وشكرا. هناك العمال اللي في الخدمه الخصوصيه العمليه المؤقته اللي يصير في الصفيق يقولوا لهم هم قالوا لهم وضعيتهم في القانون اللي صدرته في الاسابيع الماضيه انه قامط شوي، وانكم يبغوكم تعطون توضيحات كانهم مندمجين في اطار الوكلاء العقدويين دول الموظفين. السؤال الثاني يتعلق بالقرار الجديد اليوم يتعلق بالمساواه بين النساء والرجال ما يتعلق بالتقاعد السني. من درى هذا القرار الجديد اليوم؟ من درى كانوا عن طريق ضغوط في المنظومه بعض الوطنيه والدوليه من اجل المساواه بين المراه والرجل، ام جاء قرار وطني بحت؟ مع الجزر. شكرا. فيما يتعلق بالسؤال الاول ظاهر ان اللي الورك اسابيع فات مثل هون قدامكم وزير الوظيفه العموميه وتكلم على القانون اللي والله زاد البيان اللي قدم قدام الحكومه اللي يخص بهذول اللي قالوا للموظفين المؤقتين اللي هم اللي بي ان بي ونقبل فيهم قرار، هو عقب ذاك البيان اللي قدم وظاهر انه التطبيق مبارك معاه في جميع القطاعات، لكنه قدر من العمال وتطبيقه يدور يقبل بعض الزمن. فيما يتعلق بهذا ناكد لك على انه قرار وطني ولو زمن جهندرس وانه مقبول بعد دراسه بعدتها وزاره الوظيفه العموميه والوزاره المكلفه بالمراه، وانه كان فهم خلل احنا موقعين على قدر من الاتفاقيات وفي سياستنا ان هذه المساواه انها ميارتها تعود خارقه، وكان فهم بعض من القوانين معدل من الليل و30 سنه و40 سنه ولا بد من يتم تغييرها لكن ذيك المساواه تعود مجسده على ارض الواقع. اتفاقيه لعاده الوزاره مع تاز يازت حول عمال تاز يازت، نقول توضيحات عنها شوي. تاز يازت ظاهر انكم تعودوا علمتوا ان خرقه التسويه راضيه الجميع ووقع عليها، اذا انها ما ثلاث بارك هي اللي مطروحه. بالخير، مساء الخير الوزراء كاملين والاخوه. انتم قلتوا اليوم اعلن تعديل القانون اللي صادر 67 من اجل الوصول لعدم التمييز بين المراه والرجل، بالتالي كاملين عادوا يتقاعدوا لستين. من درى النساء اللي تقاعدوا ذي السنه بالتحديد؟ درى كانوا لا يعود فهم حاله تعدل لهم على انهم يرجعوا الوظائف ومن يتموا ذيك 60 سنه؟ هم تقاعدوا ذي السنه اعلن عندهم 55 سنه. كان فهم باطئ قوس يفتح الحكومه اليوم وما زال لا يقيس البرلمان ولا مسألة هي قيس مجلس الشيوخ وعقب ذاك مسألة هي وحين فيه وقع حين فيه وقع رئيس الجمهورية من وقت توقيعه هو اللي لا يعود الساري المفعول. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. عندنا اليوم مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تسمى مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة، وهذا المركز له يساهم في تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة واللي عندهم احتياجات تربوية خاصة واللي عندهم صعوبات كبيرة في مجال التعلم.
لاهي يساهم في تهذيب وتكوين الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة واللي عندها الصلة بالإعاقة وضب المرض المعيق، ولاهي عزز من قدرات لاهي يعود من مهام وتعزيز من قدرات المدرسين في مجال التعليم المتكامل، ولاهي عزز قدرات تواصل أهالي الأطفال الصم والبكم مع 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 أطفالهم. ثم لاهي يعود يمرن أهالي الأطفال المكفوفين على كتابة البرايل والتكوين المهني المناسب لاحتياجات الأطفال المكفوفين الصم والبكم والمتخلفين عقلياً، ولا ينتج الدعامات التربوية لترقية تعليم الأطفال ذوي الإعاقة ويطور التعليم المندمج. وهذا المركز لا يعود يستقبل الأطفال المكفوفين والأطفال اللي مصابين بالصم والبكم والأطفال المتخلفين عقلياً، وهذا بعض هو المركز اللي لا يتم إنشاؤه اليوم أياك يدمج هذه الفئة اللي تحتاج عنها تعود تحس عنها أناس عاديين عندهم الحق كأطفال الأخرين طبيعيين عنهم يتمكنوا من يوصلوا للدراسة ويحصلوا على ذا اللي يحصلوا عليه زملائهم ولا يحسوا عنهم عندهم ذاك النقص. تعادلوا في الداخل تحضروا فيه الخطة اللي هي ولا يتعادلوا كامل هو مركز؟ شكرا. بالنسبة لهذا المركز لا يعود في نواكشوط، غير هذا المركز لا يعود يهيئ الأطفال عنهم يعودوا يقدوا يعدلوا التعليم النظامي العادي، ولا يعود على مستوى مدارس التعليم اللي تابعة المدارس التعليم العادي الأساسي يعودوا فم فصول في بعض المدارس يعودوا فصول نموذجية تستقبل الأطفال إياك يقدوا يدرسوا التعليم العادي، ولا هم مركز في نواكشوط بين اللي احنا عندنا نموذج مدرسة للصم والبكم موجودة في نواكشوط وعندها بعض الأقسام اللي متوفرة على مستوى الداخل في الوقت الحالي. إذا عن الهدف منه ما هو نواكشوط وحده لا يعود يستوعب الأطفال في موريتانيا كاملة ولا يستفادوا من الفصول على مستوى مدارس التعليم الأساسي على مستوى موريتانيا كاملة، لا يعدلوا مدارس فصول نموذجية على مستوى مدارس التعليم. نختي انا عرفي كانكم عندكم شي لا يضيفوا لمدونه الاحوال الشخصيه اللي موجوده عندنا اللي ما فيها شي يضمن حقوق المراه الكامله مثل العنف ضد النساء. مثلا سؤالي ثاني، نختاركم نختار نعرف كانكم طالبتوا بانشاء مجلس اعلى للنساء بوصفنا احنا عندنا لا وزاره الشؤون الاجتماعيه ما بين وزاره خاصه باسمها باسم المراه، وشكرا. فيما يخص مدونه الاحوال الشخصيه طبعا عن القطاع عاكف على مراجعتها وعنا متباركين معها إن شاء الله. فيما يخص العنف ضد النساء ذم مشاريع قوانين تعد على مستوى القطاع عنها إن شاء الله في القريب العاجل دور ترتفع للبرلمان من أجل المصادقة عليها. أنا الله اللي عنه في الوقت الحاضر إحنا عندنا قطاع معني بشؤون النساء وجميع المشاكل اللي مطروحة للنساء عنها مطروحة ومعالجة، وما الله اللي عنه كيف قلتوا على مستوى الشباب عند مشكلة حتى مطروحة على مستوى النساء عنهم المستوى الرقي ومستوى التنازلات اللي حصلت عليهم النساء وتمييز الإيجابي اللي تحصلوا عليه النساء عنه تلاوي يحتاجوا قاعد يعدلهم كون قطاعهم اللي موجود عندهم. وآخر شيء أحسن شيء رأيناه هذه قضية سن التقاعد اللي يمكن نتكلم عنها معالي الوزير واللي هي مطلب نسائي استجاب له فخامة رئيس الجمهورية وعطى تعليماته عن ذا المطلب عن ما فهم ما يلا يعود فهم الغبن بين النساء والرجال وعنهم تمكنوا عنهم يحصلوا على ذا التمييز، وهذا لا من يظهر عن المستوى اللي وصلوا له النساء الموريتانيات. أراني لا نقول لكم عنه على مستوى محيطنا احنا الإسلامي والإفريقي والعربي عن ذا اللي توصلت له المرأة الموريتانية ما فيهم محدثات توصلت له من المكتسبات. شكرا. نبغي نعرف كان عندكم إحصائيات الحجم المعوقين والله زاد هم الناس اللي تهتم بهم تبغي تقولهم ذوي الاحتياجات الخاصة بهذه الإعاقة فيها عبارة دنيا، من درى كان عندكم إحصائية على المستوى الوطني عن ذوي الاحتياجات الخاصة يسوى الصم يسوى متخلفين عقليا يسوى إعاقة بدنية على أساسها ترسموا هذه الاستراتيجية وبالتالي تتخموا في بناء مدارس ولا معاهد كيف تال معاهد جهوية حسب الحاجة تقريبا ولايات تجمع في مركز معين وحدات أخرى في بلدة معينة بشكل من لا مركزتها ولا لا متخبطين. شكرا. في الأول لا هنا بدأ لك بقضية المصطلح اللي قلت المصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة قط استعمل فترة من الزمن إلا أن ذاك المصطلح لا يتدخل فيه
فئات أخرى ما هي هذه الفئة اللي معنية، والمصطلح اللي في الاتفاقية الدولية اللي وخضت 2010 واللي موريتانيا مصادقة عليها تقول لهم الأشخاص ذوي الإعاقة، هذا هو اللي جاي في الاتفاقية الدولية، هو المصطلح اللي عاد ماشي. فيما يخص الإحصائيات، إحصاء 2013 الأخير وصل نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 34600 وعدد، هذا هو عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة الماضية، الإحصاء الأخير الماضي. القطاع عاكف على إعداد استراتيجية وطنية خاصة بالأشخاص المعاقين، والدولة الموريتانية صادقت على الاتفاقية الدولية والبروتوكولات الاختيارية، وعندنا مرسوم صادر 2006 واللي يعمل على العناية بذي الشريحة، والله اللي عن ذي الشريحة في الفترة الماضية تعودوا حسيتوا عنها في السنة الماضية، يعني نعود قاعد معاكم هون منهم حد عنهم ذا اللي توصلوا له ذي الفترة كاملة. احنا ذاك عندنا برنامج حالا اكتتاب 100 من حملة الشهادات من العاطلين عمل عن العمل من ذوي الإعاقة، واللي تمييز إيجابي معدل صالحهم هما وإجراءاتهم متقدمة، وعدلهم قدر من التنازلات عدلت الدولة الموريتانية منها زيادة المخصصات اللي لهم، واللي كانت في 2009 ما تتخطى مبلغ 2 مليون، وإحنا اليوم 70 مليون ومتباركة في الزيادة. فيه الأطفال متعددي الإعاقة اللي متوفرين على موفر لهم دعم، فات عدد منهم حصل عليه ودعم مبالغ شهرية جبروها، ومتواصل تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة. إذا عن هذه الشريحة احنا نعتبر عنها في ذي الفترة الأخيرة عن السلطات العليا للبلد عنها ماشية في دمجها في الحياة الطبيعية العادية، حتى أنها وعدلوا لها التمييز الإيجابي ياك تتمكن عنها تحصل على قدر من المسائل، منها توزيع القطع على أرضية اللي فاتوا حصلوا على 200 قطعة أرضية على مستوى نواكشوط، واللي متواصل عندهم ملفاتهم مسجلة وعلى المستوى الداخل مولي وعدلهم قدر من التنازلات. إذا عن هذه الفئة في ذي الفترة من 2010 عليلة تمكنت عنها تحصل على تمييز إيجابي في قدر من المجالات واللي استفادت منه. نختي نعرف سؤالي هون، كان عندكم معلمين وأساتذة مختصين للقيام بهذه المهمة؟ فيما يخص المعلمين، احنا على مستوى احنا كانت عندنا مدرسة غير ما تلبي حاجيات، ارتعينا عنها ما تتلبي حاجيات الأطفال، وهو اللي واسع يعد المركز إياك يندمجوا فيه جميع فئات الأطفال ذوي الإعاقة، وموجودين معلمين موظفين للدولة وتم تكوينهم على المهارات اللي تمكنهم عنهم يتعاملوا مع ذو الأطفال ودرسوهم. وهذا المركز من اختصاصه عنه له يكون مولي المعلمين اللي يعودوا مازالت فيهم الحاجة لذا المركز. إذا عنها قضية المعلمين عنه مكونين ودائما يعدلهم برامج تكوين، ولا يعودوا من معلمين سلك التعليم الأساسي به، اللي هم في النهاية هم المركز لا يعود يهيئهم باش يدخلوا في التعليم الأساسي، واللي منهم مات مؤهل عنه قد يدخل في التعليم الأساسي لا يعدل له تكوين مهني مكنه عنه يعيش حياته طبيعية وعادي. لكن سيد الوزير، هنا الأطفال الموجودين في الشوارع كيف تعرفي على العربات وقيسوا ما يعرفون بأقواريج، دعكم صدد في تكوين مركز لنوع من الشريحة من الأطفال، وشكرا. فيما يخص الأطفال اللي قلتوا عنهم عياوي وعدوا في الشارع، ذوك الأطفال فيه مركز آخر موجود، وهو مركز رعايته دمج الأطفال من غير سند عائلي. ذوك الأطفال دار مركز يمشي ويلود لهم، عنده مرشدين اجتماعيين يلودوا لهم في الشوارع ويجيبوهم ويخرصوا إلين يعودوا عندهم، يحاولوا عندهم أثر الطرق من الدمج، إما يندمجوا في الأسرة وتوفر فم وسيلة الدعم، إما بتمويل الأسرة بأنشطة مدرة للدخل إياك تمكن عنها تخلي ليشيري قد يندمج في التعليم. إذا عنه الدمج في الأسرة والدمج في التعليم، واللي ما تفسينين ذكا سينين دمج في التعليم يندمج في سوق العمل من خلال التكوين. أحيطكم علما عن فيه فتوى المجلس الدستوري الفرنسي تقول عن كوتا الحصة المخصصة للنساء، عنها تعتبر تمييز ضد النوع وعنها باطلة، تم اقتراحها في السبعينات وتم رفضها وتم الاستغناء عنها بإصدار قانون عن تعود النسبة المخصصة للجنس لا تتجاوز نسبة معينة، نفترض 50 ولا 20% بدل من تخصيص نسبة. إلى متى موريتانيا لا يتم تمادى في مخالفة الدستور
بشكل صريح، خاصة عن فيه فتوى من هذا المجلس العريق في القوانين يمكن الاستناد عليه. السؤال الثاني، إلى متى موريتانيا تمت صادقة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة وحقوق المرأة دون إيراد تحفظات المتعلقة بالشريعة الإسلامية، خاصة عن فيه دول كي السعودية وكيف دول إسلامية تريد توقع الاتفاقيات مع إيراد تحفظات على بنود معينة من هذه الاتفاقيات، أو دول ترفضها كاع بالجملة مثل الفاتيكان وإسرائيل وأمريكا، دول عديدة ترفض هذه الاتفاقيات المخالفة لتقاليدها وعرفها. شكرا. شكرا. فيما يخص الشاطر السؤال الأول، وهو إحنا ظاهر لي عنا فتوى دستورية فرنسية ما نحن ملزمين بها هون، والدستور الموريتاني مطبق، ونسبة النساء نسبة اللي معطيها للنساء معطيها بقانون، إذا التمييز الإيجابي اللي معدل في موريتانيا للنساء معطيهم بقانون، إذا عنا إحنا ما نمعدلين مخالفة للدستور ولا للقانون. فيما يخص الاتفاقيات الدولية، نختار نحسسكم عن موريتانيا ما قد توقعت على اتفاقية دولية ما بدأت فيها تحفظ، ولا نقول لكم لا من الفترة الأخيرة بعد، دائما ما قد في الماضي وصادقت موريتانيا على أي اتفاقية دولية ما بدأت فيها تحفظ فيما يخالف الشريعة الإسلامية. ومؤخرا كانوا في اجتماعات في نيويورك لجنة وضع المرأة، وحاولوا بعض الدول العلمانية عنها تمرر بعض القوانين، وموريتانيا من خلال لجنة من خلال المجموعتين العربية والإفريقية مارست ضغوط إلين نحذفوا قدر من ذوك القرارات اللي يخالفوا الشريعة الإسلامية. وراء ذلك خلق اجتماع آخر في الأمم المتحدة، وموريتانيا لعبت فيه دور كبير عنها، ما خلات من خلال ذو المجموعتين العربية والإفريقية عن انسحب قدر من القرارات كان مطروح واللي يخالف الشريعة الإسلامية. وبالرقم ذا كامل موريتانيا صرحت من سابق الدول اللي ذكرت عنها كل ما يخالف الشريعة الإسلامية في هذه القرارات اللي تتخذ عنها ما هي ملزمة به ورافضته. إذا عن موريتانيا ما قد صادقت على شيء يسوى شنه يخالف الشريعة الإسلامية، ولو ما كان واضح في القرارات، ولو كان لا ضمني تصرح موريتانيا عنها راهية موافقة على كل شيء إلا ما يخالف الشريعة الإسلامية. هذه الأيام من كان عنكم في اتجاه الانتخابات برفض المعارضة، هذه الأيام بعض مداومكم في اتجاه الحمد لله الانتخابات الرئاسية وفاقتها في الوقت في اتجاه سؤال سيد الوزير، عنكم في اتجاه إن شاء الله إنجاز الانتخابات وفاقتها في الوقت اللي معارضتها مقاطعتها المنتدى ومستقية المعارضة. سيد الوزير، من درى كما قد صوتك عنه في الماضي، من درى شنو الآليات اللي تقنعوا بها المجتمع الدولي والمنتخبين والله الناس المستجرة للائحة الوطنية بأنها تزرق والله تشارك في هذه الانتخابات في ظل هذه التحركات العادلة المعارضة بمطالبة بمقاطعة الانتخابات اللي توصفها عنها منتخبات مهزلة عنه ما عندها منافس ولا عندها عنه أحادية في هاي الظرفية اللي السكان ولا أغلبية المواطنين يقولوا عن هاي الانتخابات اللي نحن بصددها عنها فاقدة المصداقية، شو تقول ذاك؟ شكرا. وإن كنت لا أتفق معك على قاعدة السؤال اللي هو أغلبية المواطنين يقولوا وأغلبية السكان يقولوا، الرأي لا أحد يتحفظ فيها شوي بيدي، لو كانت معروفة ضركاتيها ما يتعلق بالانتخابات احنا الواعدين ضرك فرز أغلبية ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية. يقرأنا في قلت لكم هون عدة مرات، إن اللي يحتاج إلى تبرير موقفه هو الجهة المقاطعة الانتخابات، اللي عرقلت الانتخابات الرئاسية ينتج عنها عادة من البلد يمشي شر دوامة الفراغ الدستوري وربما انهيار المؤسسات، وذلك يترتب عن ذلك من عواقب لا تحمد عقباها وأطاحت بدول عديدة. واللي يحتاج إلى تبرير موقفه هو من يقاطع هذه الانتخابات. وقلت أنه لا يحتاج فقط إلى تبرير مقنع، أنه يحتاج إلى تبرير مقنع حتى هي ما كافي التبرير بعض. هذه الخلطة نوعين اللي مقاطعين، وقلتك ان المنتدى والمنسقيه هكذا لا تقلاد الفتيت معهم، هكذا شيء واحده كامله. المنسقيه جزء من المنتدى يقير اذا عدت لابد لك من تخلق فيهم تعدديه عدلها في جانب اخر
ان فيهم واحدين قاطعوا الانتخابات البلديه والنيابيه، وفيهم واحدين شاركوا فيها. ذول اللي شاركوا فيها وقاطعوا الانتخابات الرئاسيه يحتاجوا الى تقديم ما يبرر لماذا شاركوا في الانتخابات البلديه والنيابيه ولماذا قاطعوا الانتخابات الرئاسيه. كان المنظومه الانتخابيه طرا فيها الشيء عتدنا من حالته وراء الانتخابات البلديه الماضيه. كان معايير الشفافيه انتكست وراء الانتخابات البلديه والنيابيه الماضيه. وذوك اللي مقاطعين ظهر لي مولانا نجواب عليهم ما يلا يجي قاع من عندي انا ولا من عند اي حد، جا من عند مستوى معدل المشاركه في الانتخابات الماضيه. به اللي لحقت 75%. و75% في الانتخابات البلديه والنيابيه ظهر لي مولانا انه موقف قاطع برفض المقاطعه من طرف الشعب الموريتاني. به اللي منين تلحق نسبه المشاركه 75% معناها ما تلا حد قد يدعى عن الموريتانيين مع المقاطعه. ورا ذاك الى عاد اللي طرا الى عاد تحسينات في المسطره الانتخابيه ما ما ما, ما طرا لها الشيء ورا ذاك. اذا هم اللي ما هم مقنعين، وهم اللي هامهم يعرقلوا مسار البلد، وهم اللي هامهم يرتهنوا البلد لاغراضهم هم الشخصيه، وهم اللي يحتاجوا الى انهم يقدموا تبريرات تقنع. واؤكد لكم ان الانتخابات الطبيعي انها تجري في وقتها، ومدعي الاستثناء وهو اللي يحتاج الى تبرير الى ان يبرر ادعاؤه، هو اللي يحتاج الى تبرير ادعاؤه ما هو مدعي الاصل. مدعي الاصل ما يحتاج الى تبرير ادعاؤه باللي هو القاعده الانتخابات الرئاسيه تخلق في وقتها. الخلطه اثنين كيف قلتوا، واحدين مجاوب عليهم معدل المشاركه، واحدين كيف قلت لكم وقلت مناسبات سابقه مجاوب عليهم خريطة ترشيحات. راني عيني على البيدات نرشحوا فيها، ما عيني على البيدات نرشحوا فيها. منين تخرصوا البيدات اللي رشحوا فيها تلحقوها ما هي ضافيه. وبالتالي ذيك اجابه اخرى، ومعدل المشاركه اجابه اخرى، وانتم كاعلاميين اذا هو اللي يعنيكم يلا تقبلوه بعين الاعتبار، ولا يلا تقولوا وتسوقوا على اغلبيه الناس. اغلبيه الناس 75% شاركت بالانتخابات. والانتخابات ليست مهزلة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن الشعب الموريتاني فيه من الوعي ومن الحكمة أنه ينظر إلى تحديد موقع كرسي رئيس الجمهورية ومن سيشغل هذا المنصب بعود قابل مهزلة. ما هو مهزلة، متوفرة كافة معايير الشفافية الدولية الضرورية للانتخابات باعتراف الجميع، ومفتوح الباب لأي رقابة وطنية أو دولية على هذه الانتخابات من طرف الحكومة، واللي يبقى يراقبها يراقبها، ومعايير الشفافية متوفرة كاملة، وإجراءات الشفافية مستعدين نقبل من هاك القادين نقبل، والانتخابات بيد هيئة مستقلة، وحد يحترم الخلطة اللي شاركوا. وفيهم معارضة، وفيهم معارضات عريقة، وفيهم أشخاص وطنيين. وبالتالي ظهر لي مولانا أنه عليكم تحيلوا السؤال شر الخلطة، الخلطة الأخرين. لكن اللي تفضل. إذا عندي سؤالين، واحد داخلي، لأن نبدأ بما كنتوا في أخبار الانتخابات. بداية المؤتمر الصحفي قلتوا عن الرئيس أصدر أوامر للحكومة بالشفافية والوقوف على مسافة واحدة من الفرقة، شنو الإجراءات العملية أنتم كعضو في الحكومة وزملائكم الوزراء اللي طبعا قياديين في الحزب الحاكم وقياديين طبعا لا يعودوا عندهم أنشطة في الحملة، من درى كانهم لا يقبلوا راحات غير معوضة، شنو الإجراءات العملية فيما يتعلق بأشخاص الحكومة وموظفين الدولة خلال هذه الفترة؟ السؤال الثاني، نبغوا تقدموا تسلطون الضوء على نتائج تحركات الرئيس في مالي الأسبوع الماضي، وخصوصا عنها اعتبرت انتصار. بعض الصحافة المالية اليوم اعتبرت موريتانيا ولا الرئيس محمد عبد العزيز يلعب بالنار ويتدخل ويشعل الحرائق. شنو تعليقكم من دركانكم هذا قابلينه على محمد الجد؟ وشكرا. بالنسبة للإجراءات العملية، رئيس الجمهورية أعطى تعليماته بأن الحكومة تقف على مسافة واحدة بين والمصالح، ما هي الحكومة واحدة، المصالح العمومية كاملة للدولة، أنها تقف على مسافة واحدة بين كافة المتنافسين في الانتخابات الرئاسية، وأن يمنع منعا باتا وصارما وتحت كافة طائلة أقصى العقوبات أن يتم استخدام الأموال العمومية، أموال الدولة المملوكة والثابتة معناها والمنقولة في الحملة من قريب ومن بعيد.
وبالتالي تحييد جهاز الدولة بالكامل على المنافسة الانتخابية، وهذا 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 هو هو الطبيعي. الإجراءات العملية في ذاك ما يتعلق بالوزراء، الوزراء اللي راهم يشوف اللي مطلوبين في مهام الحملة، والله قرروا هم بإرادتهم انهم راهم يمشوا في مهام الحملة، والله المترشحين المساندينهم لا هي يطلبوا يكلفوهم مهام، لا يغادروا وظائفهم وتسند الى الناس اللي الوزراء اللي يتولوا النيابه عنهم عاده في انتظار ذاك يوفر. وهذه هي الاجراءات العمليه، وبالتالي ابتداء من الاسبوع القادم ان شاء الله الوزراء اللي مقررين هم انهم لا هي يدخلوا في اطار الحمله دعما لاي مرشح من المترشحين، وكافه لا هي تعود تسند مهامهم الوزراء اللي تولوا النيابه عنهم في العاده. وهذا مهم عندي تفهموه، ومهم عندي تفهموه ويفهموا المواطنين مغزاه السياسي. بالنسبة للوزراء اللي ما عندهم مهام تتعلق بالمرشحين الداعمين لهم، لا يواصلوا عملهم خدمة للجمهورية، ولا يظل نشاطهم نشاط جمهوري به لاستمرارية الدولة، ما عندها علاقة بالحملة الانتخابات نهارين أهدافهم متخطية واستمرارية الدولة بشكل دائم. بالنسبة معالي فخامة رئيس الجمهورية تدخل وفي خطوة في غاية الشجاعة والجرأة، وأشاد بها الكل، شادوا بها الفرقاء في مالي، بين اللي مالي بالنسبة لنا دولة جارة وصديقة وشقيقة وتهمنا، ورئيس الجمهورية تدخل بصفتين، بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي وبصفته رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ويهمنا ما يجري في مالي، وكانت الناس اللي مدنفتنا عليهم اعتبر أن ذا كامل السياسة الخارجية بصورة عامة والسياسة الخارجية المتعلقة بمالي وأحداث شمال مالي، أن أظهر أن على مسافة واحدة أولا من الفرقاء كاملين، والله إيمانكم سمعتوا الشهادة اللي أدلى بها رئيس جمهورية مالي إبراهيم بكر كيتا، والشهادة اللي أدلوا بها المتمردين وقادة المتمردين والفرقاء في الشمال المالي. والكان مهم هو الأشقاء الماليين إنهم أولا يوقفوا إطلاق النار بيناتهم باعتبارهم إخوة وأشقاء وأبناء وطن واحد وأبناء قارة واحدة، واللجوء إلى السلاح لحل المشاكل إنه خيار غير مقبول، والثاني إنهم يقيسوا طاولة المفاوضات والحوار إياك يتوصلوا الحلول حتما يقولون نهاية كل حرب هي طاولة المفاوضات، وبالتالي هم حتما يدوروا مزار ويقعدوا لطاولة المفاوضات، والآن يبقون يفقدوا قدر من الأرواح الماليين والأرواح الأفارقة اللي عزيزة علينا بالكامل. إشعال الحرائق، رئيس الجمهورية يطفئ الحرائق ولا يشعلها، رئيس الجمهورية يسهم في حل النزاعات ولا ينشئها، وبالتالي هذا انتصار للدبلوماسية الموريتانية، انتصار للجهد الإفريقي بصورة عامة لحل النزاعات الإفريقية بطرق إفريقية وبعيدا عن أي تدخل وعن طريق الأفارقة أنفسهم. عندي سؤال، أولا أعتقد عن الحوار دائما في موريتانيا ظل حول الانتخابات، وكأن لا يوجد من الحياة السياسية إلا الانتخابات، هل تفكرون في أفق حوار جديد ما بعد الانتخابات؟ هل لدى حكومتكم مؤشرات انتخابية ولو أولية؟ هل هناك احتمال شوط ثاني؟ هل تراهنون على أن الرئيس محمد عبد العزيز سيعبر من الشوط الأول؟ هذا سؤال إليكم كنائب لرئيس الحزب الحاكم أكثر منكم وزير. فيما يتعلق بالحكومة، هل لديكم عدد معين من الوزراء الذين سيتفرغون لمهامهم الانتخابية فيما ينوبهم الوزراء الآخرون؟ وشكرا جزيلا سيد الوزير. بالنسبة للحوار، أنا أعتقد أن أكدت أكثر المرة أن نمد أيدينا للحوار كحكومة دائما، سواء بين كحكومة مع كافة الأطراف السياسية الوطنية، وسواء ما يطلب منا كحكومة أن نرعى من حوار بين الأطراف السياسية ذا هي نفسها. وهذا أعتقد أنه المسؤوليات الحكومة كحكومة، أولا كحكومة مسؤولة وكحكومة يجب أن ترعى تحاور بين الموريتانيين وتشجع وترشد وتدفع باتجاه أن كافة الفرقاء يوصلوا دائما الأرضية مشتركة بيناتهم، ويهمنا مولين أي طرف وطني يبقى يتحاور معنا نحن، نمد ويدينا للحوار، وهذا خيار قرره رئيس الجمهورية
من بداية الانتداب بداية عهدته الرئاسية وإلى اليوم هو خيار بالنسبة لنا كحكومة. بالنسبة لما يتعلق بالحملة الانتخابية، أنا كناطق رسمي باسم الحكومة ملزم بتوجيهات رئيس الجمهورية يعني نعود على مسافة واحدة بين 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 المترشحين كاملين، وبالتالي ما تحدث عنه هنا هو فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وليس المرشح. والأسئلة المتعلقة بالمرشح وحيلها إلى حملة المرشحين، وهون أنا ناطق رسمي باسم الحكومة، وبالتالي ألتزم بالتعليمات الصادرة لأني ماني متدخل فيما يتعلق بالحملة. في حال تم إجراء الانتخابات في وقت المحدد، ما هي الآفاق المستقبلية للبلد في ظل غياب الحوار واستمرار المقاطعة؟ الحوار بالنسبة للحوار، الحوار بإذن الله كيف قلت لكم خيار مستمر، والانتخابات ستجري في وقتها المحدد بإذن الله تعالى، ولا فهم المقاطعة. احنا كيف قلنا ان ذوك اللي عدلوها هم اللي يحتاجوا إلى تبرير، ويحتاجوا انهم يبرروا موقفهم، وتبرير يلا يعود في غاية الإقناع، ولن يؤثروا كيف ما أثروا على الانتخابات النيابية والبلدية. أعتقد أن موقفهم لن يؤثر أيضا على الانتخابات الرئاسية، والدور بإن لا تعرفون الانتخابات الرئاسية ستجري في أحسن الظروف. ونحن كحكومة وإن كنا غير معنيين بالجانب الفني من الانتخابات وبطريقة تنظيم الانتخابات بها اللي عند اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، إنما الرعاية السياسية للعمل الوطني كامل متأكدين فيه أن مستعدين لتوفير كل ما يتطلب تنظيم الانتخابات الرئاسية بشفافية عالية جدا، ودعم للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات كامل اللي يضمن لأنها تقوم بعملها في أحسن الظروف. وأعتقد أنها ما تحتاج به، هي لجنة مشكلة بين الأغلبية والمعارضة وبالتوافق، وعملها يلا تعود تعرفوا، ولا فهم ما فهم خوف على البلد. الخوف على البلد هو من فراغ، الخوف على البلد هو من الانهيار اتجاه شور 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 الفراغ السياسي والدستوري، وهذوهم هم دعاة الفراغ. الموريتانيين كاملين اثبتوا انهم مع المشاركه ومع المشاركه البناءه، وانهم مع تجديد الطبقه السياسيه، وانهم ما هم لا يظلوا مرتهنين لرقاجين ولا ثلاثه. أقلبهم في كافة الاستحقاقات أنهم اللي مرينا بها أنهم يجبروا ثقة الشعب الموريتاني، الشعب الموريتاني ما بيعطيهم ثقته. جرت العادة أن هذه الانتخابات تمول خارجيا، وحسب المصادر اللي عندي أنها لا يتمول هذه السنة على ميزانية الدولة. من درى إذا كان الجواب نعم، ما هي المعايير التي سيتم تمويل على أساسها تمويل؟ شكرا. انتخابات لا يتمول من ميزانية الدولة الموريتانية، وقضية الانتخابات قضية سيادية، ونحن مجتمع ديمقراطي ودولة ديمقراطية، والدولة الديمقراطية قاعدة العمل الديمقراطي فيها تقوم على الانتخابات وفرض إرادة الناخب، وبالتالي ما تقعد متعلقة بالتمويلات الأجنبية. بيدي منين توفى انتداب برلماني ولا بلدي ولا نيابي ما قدروا يقعدوا على الحان التمويل، ياك نحدوا منهم اللي يسيروا البلد، ياك نفرزوا منهم اللي يسيروا البلد بلا معنى. ومنين تعود دولة دائما لا بد لها من ياك تفرس قادتها ومسيرينها، لا بد لها من تحني لين تجبر وقيات باش تعدل ذاك يومها ما هي رايتها، معناها لا يتوقف العمليه الديمقراطيه فيها، لا تبقى ما عندها ما هي قادة تعدل هاي ما هي. وبالتالي احنا ما عندنا ما بين عن اي تمويل خارجي من طرف عرض اي حد من الاصدقاء يبقى يعدلوا ذاك، ما عندنا ما بين عن. والتمويل الخارجي ليس عيبا، بالعكس هو يعكس ثقه الشركاء الاقتصاديين والأصدقاء والأشقاء فينا. غير دولة التسول قلت لكم منها ولا عهدها. قرار من الدولة الموريتانية أن هذه الولايات الشمالية تجبر الماء، من ضرر منين الحق ذاك بالنسبة للماء؟ حضروا فيها آبار والله، على كل حال منين الحق ذاك؟ سؤال ثاني يتعلق بطريق الزويرات شوم أطار، طريق أطار تيجقجة، منين لحقوا ذوك الطرق؟ شكرا. في الشمال، واعتقد انه مشروع جدا متقدم وفي قدر من الدراسات، وفي بعض الاعمال الميدانيه اللي يتم الانشاءات الميدانيه اللي يتم تنفيذها، وخاصه مد الزويرات بالمياه صالحه للشرب، وهذا مشروعين درسوا فيه اسر الاحتمالات حسب المعلومات اللي عندي.
وبالنسبة للسؤال حول الطرق لا ينعدلوه وآخر سؤال لا ينحيلوا المعالي وزير التجهيز والنقل اللي جاب عليه الوقت قصف ولا نعطي المعالي الوزير وراه. مجموعة الأحزاب المقاطعة قائمة بحملة متواصلة على مستوى نواكشوط وعلى مستوى البلدات قاع كاملين تعب ضد الانتخابات. من رأيي كان في حالة فتحة الحملة لا يسمح لها بهذا تم مواصلته عليه الطريقة. وسؤال ثاني من درى الى لحقت نسبه المشاركه 92% طبعا ونعرف عن هذه الاحزاب اللي هي عنها ما عندها مثلا وزن سياسي ما هو الا وزن سياسي ان درى كان دورا داخل كانوا لا يتم مسموح لها بالطريقه اللي هي تم هي دائما كاحزاب سياسيه والله الحكومه في عندها استراتيجيه جديده لمنعها من ذلك. نساونا نحن منين يقسم مفوضيته من الغذائي يسقايب على الشيء من الناس اللي فاصلة فيهم قال لنا حملة سابقة لأوانها والخطة لهم نهوب وينظموا في المهرجانات وحملات سابقة لأوانها ويدعو المقاطعة وخارج الوقت القانوني للحملات ولا فهم ذاك مخلين اللي جاب عليه الساحة الموريتانية هي اللي تجاوب عليه يقول لا يقول لكم رد حد يراهن على معدل المشاركة في الانتخابات الرئاسية معدلات المشاركة في الانتخابات الرئاسية كقاعدة معروفة في العمل الانتخابي الدولي معروف أنه دائما منخفض حد لا يراهن على ذلك يخادع الناس وهمه التضليل اللي حد هامه ينعد حجمه من خلال الانتخابات الرئاسية يعدل حملة ويطلب فيها إما يشارك ويعرف حجمه الحقيقي وإما يدعي للحياد إذا عاد بعد الله ينزاد بشي بالأصوات اللي محايدة وبالتالي حد يبقي نعاد حجمه يقول إنه ما هو مشارك غير داعي الناس للحياد وعداك الله يجبر من الأصوات المحايدة ينحسب له غير ما يقول أنا داعي المقاطعة وبالتالي معدل المشاركة أنتم شفتوا الانتخابات الماضية اللي معدل المشاركة بقات وراها 25% 25% قطعة ما هي ذوك اللي بقاوا ما شارك ما عندهم قاع فيها 5% اللي خارج 20% معروف انها ما تشارك وتو ما هي تاكل على الموريتاني الاخرين وتعرف انه ماكل لا يقروا فيما دالهم فيه ولاسباب متعدده كلها اما ما هو صايب اما مات على اللائحه اما مات اما سافر اما مثلا ما هي ما هو بالضروره موقف سياسي حد يجي يشارك ويعرف حجمه شنو والله ملي يدعي للحياد وينعود له نحسب له ذاك وقضية المقاطعة ما هي مؤشر هي شيء حد يبقي يخزي براسه يقول انه ذاك الملاد من اللي يعتبر ذاك كامل اللي راعي فيه نولو غير بعد يعقب يبرا. اول ظهور لكم والشعار الاول عند سيد رئيس الجمهورية محاربة الفساد. كيف تفسرون للرأي العام ان رئيس الجمهورية في الاسابيع الماضية عين مستشارا في المؤسسة الرئاسية وهو من الذين طالبتهم محكمة الحسابات وحكمت عليهم وأدانتهم باختلاس المال العام فكيف بعد ذلك يتم تعيينه مديرا لحملة المرشح محمد عبد العزيز؟ هل محاربة الفساد كلمة حق أريد بها باطل؟ شكرا. إدانة قضائية وأي حد صادر بحقه حكم قضائي تاك ودينا ويا الله ويا الله ويا الله يعود معروف أنه شخص مدان بحكم قضائي نهائي حائز على قوة الشيء المقضى به. حد ما هو مدان قرينة البراءة دائما معه وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته هذه هي القاعدة الدستورية القاعدة القانونية الأصلية. نأكد لك أنه لم يدن لا يوجد حكم قضائي بإدانته وأتحمل ما أقول لا يوجد أي حكم قضائي بإدانة المعني نهائيا وحتى عنده يجيبه من محكمته بسيط ما هو سر لا يعود ما هو سر نووي لا هو ولا 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 حكم قضائي يدين شخص معين حتى عنده يمرقته بسيط فهمت ما هو وبالتالي حد ما هو مدان ما يتواسم واللي يمتس من قرينة براءته لا لأسباب شخصية ولا لأسبابها دي حريات الناس وأعراضها يلا توصان لها
فهمتم؟ خاصة إذا عاد في مستوى معين، الناس كاملة يا غير مولي، خاصة إذا عاد في مستوى معين المسؤولية ومن الوطنية ومن التاريخ السياسي. باللي ذاك الآخر نقدروا نراونا احنا كأشخاص، ذاك نصفوا بحساباتنا خارج عن ذيك الدائرة. يا غير من يعود فم شخص ودينه بحكم القضائي ومتبارك يمارس شيء ممنوع على من يدانون بحكم القضائي انه يمارسوا، عندكم الحق بالك تمرقوه وتكشفوا عنه وتنعتوا للرأي العام وتصحح الوضعية. فهمتوا؟ يا غير جيبوا الحكم القضائي اللي ادانوا وقولوا شنو هو، والحكم والإدانة رواية أخرى. فهمتوا؟ وراه هو يقدم اللي يدانوا يأمنستي وذيك مسائل قانونية. معناها انه لا الجهه اولا المحكمه اللي تكلمتوا عنها ما هي محكمه ادانه، ما هي محكمه ادانه بعد قاعد معلوماتكم القانونيه، محكمه حسابات ليست محكمه ادانه، محكمه رقابه وليست محكمه ادانه. فهمتوا؟ محكمه ادانه تنقال المحاكم القضائيه العاديه، فهمتوا؟ هي اللي تدين. ومحكمه الحسابات ومحاكم الرقابه، محاكم الرقابه وقراراتها قابله للطعن، ويترتب عليها تحريك الدعوى العموميه، والإدانة تنقال للإدانة المترتبه عن تحريك الدعوى العموميه لمراقبه الانتخابات. هل ما هي الاطراف الدوليه الاخرى التي ستراقب الانتخابات؟ والسؤال الاخير متعلق بالانتخابات، هل انتم على علم بان هناك صحفيون يسعون الى تنظيم مناظره رئاسيه؟ رغم اني ماني معني بالرسيله كامل. سؤال متعلق بالاتحاد الاوروبي اطرحوه على مندوب الاتحاد الاوروبي هون ومثله واللي قد يحدد ذاك. يا غير بعد ما يعنينا كحكومه ان 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 ان, إن فاتحين المجال لاي جهه دوليه او وطنيه والتسهيل لها مهمتها تبقى تراقب الانتخابات. يا غير خالق شيء من اختصاص، احنا اللي علينا تسهيل الاجراءات الاداريه. يا غير خالق شيء اخر من اختصاص السلطه اللجنه الوطنيه المستقله للانتخابات. هي اللي تستدعى مراقبين والله تتعامل مع مراقبين والله ذاك المرصد والله. يا غير بعد ما يعنينا نحن كحكومه، ما يعنينا نحن كحكومه ان مستعدين نقدموا كافه التسهيلات الضروريه لاي مراقب يبقي يعلن عن رقبته ومراقبه انتخابات، سواء ما يتعلق بالتاشيرات، سواء ما تسهيل المرور والدخول الى التراب الوطني وتسهيل مهمته على كافه التراب الوطني لانه يراقب الانتخابات داخل في تفاصيل الحملات. يرى البعض أن تعيينكم أو تعيين الحكومة لطاقم الحملة الانتخابية الأخيرة وخاصة مديرها العام يأتي ضربا للمعارضة، أو يأتي بعبارة أخرى لتوضيح أو ضرب خصومكم الآخرين بالخارج من عباءة المعارضة. هل ما وردكم على هذا السؤال وما هو تحليلكم لهذه الوضعية؟ محمد والعبد العزيز المرشح نتكلم لكم معاه من مرقوم الباب. يا غير هون انا نتكلم كناطق رسمي باسم الحكومه. وعندي تعليمات باني نعود على مسافه واحده من كافه المرشحين. المرشحين فهمتوا الكلام فيهم من نعود نمارسوا حقنا المدني. لا يجاوب على السؤال اللي طرح ذاك على طريق تيجك جاطار وعلى طريق زويلات أطار. طريق زويلات أطار فات نعطى منها مقطع ما بين فديرك والتواجيل، وكان عند مؤسستين وكلهم عنده 25 كيل. الأولى منهم وفات أول نابس 25 كيل انتهت، والثانية لا يتوفى فيما بين الشهر إلى الشهر بونصف متباركة تصب اللي سفلت على ديك 25 كيلو الثانية الباقي. نعطى منها دول الشهور الماضيين 50 كيلو ثانية ما بين من عند التواجيل في اتجاه شوم، وذيك استبداوا فيها الأشغال من التواجيل من الليل وأسابيع، ومن زرها الثاني اللي هو من عندك سير الطهرشان أيضا 43 كيل بين مؤسستين ومستبدي فيها العمل، تبقى تقريبا في النقر حوالي 120 كيل. وأول اللي انتهت من المؤسسات من المقطع اللي معطيلها لاهي نعطى إذن العمل ما هو لا يتوقف فيها أربع مقاطع. المقطع اللي ماشي من عند تيجكجا
إلى الخط هذا فات تبارك نصب فيه الإسفرت وبالأخص من عنتيجة إلى الرشيد الرد موفو ومتبارك ندار عليه الإسفلت وماشي في الوقت على طبقا للبرنامج الزمني اللي محدد له. المقطع الثاني اللي ماشي من عند الخط إلى تنومنت يدور يوفى بأشهر سابق الزمن اللي معطيله به اللي فات ندارت الإسفلت على شي 40 كيل منه وما زالت منه اللاشي 20 كيل والرد موفو عليها ومتبارك ندار عليها الإسفلت. المقطع الثاني اللي ماشي من عند تنومند إلى العين الصفراء ومعاه المقطع الأول اللي ماشي أيضا من عند العين الصفراء إلى رأس الطرف على طريق أطار هذا عند مؤسسة والله تجمع مؤسستين وعندهم بعض المشاكل وبالأخص في المقطع الثاني ذا اللي ماشي من عند العين الصفراء ذا اللي ماشي من عند العين الصفراء إلى تنومنت هذا عندهم فيها قدر من المشاكل وفيه تأخر وحالا في نقاش معهم إياك أنهم يتقلبوا على ذاك التأخر والله يجبروا له حل عند مؤسستين واحدة لبنانية وواحدة كويتية هم اللي متباركين معهم.